حاطين قوالب الجبنه سايحه ومسمينها سكري، بس انا هعرف. هات كل اللي عندك، انا قاعد على ترابيزه. يعني كل ده ب 85 جنيه. هي يو، اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه. تعمل عايز تاكل في بافلو برجر؟ ايوه، المكان اللي بيعمل اختراعات غريبه كده، وهنجرب اغلى ساندوتش عنده ونشوف عرض التوفير الجديد. فيلا بينا نشوف الحوار ده. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقول لك ايه، عايز اجمد ساندوتش عنده. يعني بالله عليك، الساندوتش اللي هو البافلو ماجنم 130 ارشر تريجن سكن ستاف سوبر فول بلس 12، ده نزل جديد ده في المينيو ولا ايه؟ يعني استعليتك بالله، حاجه على ذوقك. ممكن ذا سيكريت برجر. وديني. تحب الحجم ال 150 ولا ال 200 ولا ال 400؟ 800. كومبو لارج برو ماكس. ماشي يا فندم، كده السعر 300. كم؟ بقول لك كده السعر. الحساب طب لو عايزين ناكل ونوفر فلوس، بافلو عمرو عروض التوفير، وهو عباره عن ساندوتش 150 جرام زائد فرايز زائد كولا ب 85 جنيه بدل 145، والسعر شامل الضريبه، وتقدر تختار من 3 سندوتشات جوه العرض، اولد سكول او تشولوز او جرانجي. ولو زودت 20 جنيه هتاخد الساندوتش 200 جرام، ولو عايز اي ساندوتش بره الثلاثه دول زي مثلا شيتاكي مشروم هتدفع 105. يا بوي، طب ما عندهم صوصات اهو. سموك صوص تقيل قوي عشان ما تكترش منه. ده ايه بقى؟ باسترد صوص. طعمه صوص فعلا. هنروح نجرب الحلو من غرض التوفير برضه. وما ينفعش تطلب العرض غير من المطعم بس، ومواعيده من الساعه 11 الصبح للساعه 1 الظهر، ومن الساعه 10 بالليل لحد الساعه 3 الفجر. يلا بينا. قسم الحلو بقى، بلانكو فرايز والايس كريم ساندوتش والابل باي، واسعارهم البلانكو ب 35 والايس كريم ساندوتش ب 20 والابل باي ب 15. ده عباره بقى عن ايه؟ عبدك له تاني. وبكده يكون الفيديو خلص. قولوا لنا على الفيديو الجاي فين وبس كده. اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. ايه خلاص. ما انا مصدوم بالسعر اللي انا مش عارفينه.